بسم الله، صلاة السلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ميسا ميسا يا بنات، كيفكم؟ إن شاء الله طيبين. اليوم جاياكم بطلة خفيفة، طلة سريعة للأمهات اللي بيحتاروا في اللانش بوكس. أنا عملت شوية حاجات، حبيت أفيدكم أو حبيت إنه أوريكم إيه حاجات معروفة بس للتسكير، يعني عشان ولعل يفيدك إن شاء الله في الأيام الجاية، حتى لو ما في اللانش بوكس ممكن في وجبة غداء أو حاجة زي دي. تمام، تعالوا أوريكم عملت شنو، وإن شاء الله بإذن الله تستفيدوا. أول حاجة عملت لهم استربس الدجاج، حلو جدا في اللانش بوكس. أول حاجة بتجيب صدور دجاج بتقطعيه شرايح سميكة، بعدين بتضيف البهارات اللي هو الكزبرة، البابريكا، بودرة ثوم، بودرة بصل، ملح، تاني شنو شوية فلفل أسود. تمام، بتضيف عليه زبادي. انا زمان جربت انه اضيف مايونيز لكن حسيت انه الزبادي افضل، بيديه طراوه حلوه للدجاج. وشويه زيت زيتون، هتفضل تقلبي كل الحاجات دي مع بعض. ممكن تعمليه اليوم وتخليه في الثلاجه تستخدميه اليوم الثاني، وممكن تخليه نص ساعه في الثلاجه وتستخدميه طوالي. الخليط ده كده جو الدجاج جوا الخليط هتخليه. تعالي نعمل الطبقه الاولى اللي حتكون الطبقه المقرمشه. بتجيبي دقيق عادي ومعاه اللي هو اللهم صل وسلم على رسول البقسماط، وشوية ملح وشوية فلفل لازم، لأنه يعني الطبقة المقرمشة عشان تكون منكهة ويكون فيه طعم. تمام، بتجيب الدجاج اللي متبل بيكون خلاص أخذ كفايته من التتبيلة. البهارات بالمناسبة ممكن تزيدي ممكن تقللي ممكن تضيفي حاجات تانية، وممكن تكتفي بالبهارات اللي أنا عملتها. دي الطبقة الأولى من ال القرمشة، ممكن تكتفي بيه كده وتحمريه وكيفك. لكن الأحلى إنك تجيبي، أنا الخليط ده عبارة عن دقيق وحبة بس من البيض، تحليهم بموية، تاني حتجيب الدجاج تغمصيه في الخليط، وبعدين في دقيق ساي من غير بقسماط. تمام، زي ما قلت لكم برضو الدقيق حتنكهيه زي ما أنت عاوزة. تمام، وممكن بديل البابريكا لو أنت عاوزة الدجاج لونه يكون أصفر كده وحلو تستبدليه بكركم. لو عاوزاه من جوا يكون محمر كده وعاوزة تزيدي سبايسي تخليه بابريكا أفضل. تمام، بعد ده الزيت، الزيت لازم يكون غزير ويكون حار على نار واطي، يعني الزيت يتسخن على نار واطي. ننزل بالدجاج بعد شوية كده، حتعلي شوية ما حتعليه خالص عشان الدجاج ينضج معانا وما يكون زفر أو ما يكون مزيت أو ما يكون ني من جوا. بس الاستربس ده حلو شديد، الأطفال بيحبوه جدا حتى الكبار بيحبوه. لكن في اللانش بوكس ممكن تعمل كمية، تخلي جزء متبل في الفريزر وجزء تحمري ليهم، والجزء التاني ممكن تستفيدي منه يوم تاني في اللانش بوكس أو ممكن في الغداء. يعني هو وجبة لذيذة للأطفال بيحبوها جدا. ده كان واحدة من الوصفات اللي عملتها لهم اليوم. الوصفة الثانية برضو حلوة شديد وسهلة، هي ما من وصفاتنا السودانية، تقريبا هو أصلا من وصفات الفلسطينيين أو الأردنيين السوريين، المهم هم أكلاتهم هم. هنعمل سبرينغ رول. تمام، ده كان شكل الدجاج حلو جدا في الطبقة المقرمشة، أكتر من الدجاج رهيب وطاعم وحلو جدا، ما حتندمي إذا أنت جربتيه بالطريقة دي. تمام، طيب حتى في الويك أند ممكن تعملي ليهم. نجي للوصفة الثانية اللي هو السبرينغ رول. هنعمل شوفوا الطريقة دي سهلة كيف وسريعة. بتجيبي بصل أبيض بتشوحيه في شوية زيت زيتون، وبعدين أنا أمس كنت عاملة ملوخية في الغداء فشلت من الشوربة بتاعت الملوخية الدجاج. تمام، هتجيبي الدجاج زي ما بيقولوا مع المهم بالطريقة دي، هتقطع الدجاج بالطريقة دي، الدجاج يكون يعني طاعم من الشوربة، هتقطعيه بالطريقة دي. ما بيحتاج منك بهارات كثيرة وما بياخد من زمنك كثير. البهارات اللي هو أصلا الشيء الأساسي اللي هنستخدمه في الوصفة اللي هو السماق. تمام، كمية حلوة جدا من السماق ورشة بسيطة من الملح لأنه السماق أصلا مالح، وشوية كزبرة وشوية فلفل أسود اختياري. إذا أنت عاوزة تكتفي بالسماق بس ممكن تكتفي بيه. تمام، الوصفة سهلة سريعة ما بياخد من زمنك كثير، وفي نفس اللحظة لذيذ جدا. ممكن تحمريه في زيت، وكمان ممكن تعملي شنو سبحان الله، كنت عاوزة أنبهكم للحتة دي وخفت إنه أنا أنسى، ممكن تعمليه بالقلاية الهوائية، بيطلع أرهب مما أنت بتتخيليه. بتمسحي شوية كده يعني شوية زيت زيتون بتدي في الوش، وبعدين تدخلي في القلاية الهوائية من غير زيت من غير قلي من غير أي حاجة. فنان فنان فنان. أنا جربته كتير في المطاعم الأردنية تقريبا، ما عارفة في المطاعم في المطاعم الشرقية دي. بتجيب الرول العادي أي نوع، الطريقة حوريكي بتقفلي وكيف. هنا عامل الخليط شوية دقيق مع موية،
ممكن تعملي بيض، ممكن تعملي حليب المتوفر عندك يعني. تمام، بتشيل شوية من الحشوة، بتجيب الرول حقي صغير، انا مخصوص عملته صغير عشان ينفعهم في يعني يكون سهل ويكون ياكلوا منه كمية. لما يكون كبير النوع الكبير ذاك لا ما حلو، بس الصغار الدقاق دول حلو. هو اصلا ما بيعملوا بالورق ده، هما بيعملوا عندهم نوع مخصص كده من البلفوبيه المسخن رول ده. ايوه المسخن رول ده، في ورق معين مش ورق، اللهم صل، ما عارفه الاسامي بتطير لي يا جماعه. المهم انتوا بتعرفوا عندهم نوع معين كده اسمه، ما عارف والله، شيء كده بالصاج اسمه، رهيب رهيب رهيب، بيكون ارهب من كده، زي الفطيره بتاعتنا السودانيه. تمام، ما عارفه هنا الفيديو جرى معايا ليش، زي الفطيره بتاعتنا السودانيه بس برضو ما يحتاج انك انت تقليه في زيت، بس اللهم هتعمليه في القلايه الهوائيه وانتهى البرنامج. حلو جدا في الغداء ورهيب جدا، اصلا انا قاعد اعتمده في رمضان، بس حبيت انه كتغيير اعمله لانه ملينا من سندوتشات الجبنه وملينا وملينا وملينا. تمام، بتغلفيه بالطريقه دي، سهل يعني، تقريبا اسهل من لف السمبوسه. وبعد ده برضو مرات بيكونوا حابين المكرونه. المكرونه في المدرسه عندهم مشكله، ما بيقولوا ما عاوزين بالصوص، مرات بعمل لهم مثلا معاه خضار، معاه زي بشاميل كده ساي. هنا دار اوريكم ده كان عملته بالقلايه الهوائيه وطلع رهيب كيف. تمام، هنا انا اليوم قررت انه انا اكسر المجاديف حقتهم دي واعمل لهم. يلا الدجاج مثلا، في ناس بيعملوا المكرونه الشعريه او المكرونه بصدور دجاج او بلحمه مفرومه، ففي نفس اللحظه ممكن تستفيدي. انا هسي صدور الدجاج عملت لهم وصفه، والشعريه او المكرونه عادي هعمل لهم من غير لحم من غير دجاج. بتجيبي كميه حلوه من البصل، بتقطعيه دقاق ومعاه طماطم، بتشوحيهم في زيت عادي او زيت زيتون بالبهارات اللي انت بتحبيها، بتطفيه لحد ما يتسبك كده يبقى تمام، بعدين بتزيد عليه كميه محترمه من الثوم، بتنزلي بيه في الشعريه. يعني تقدري توفري، بدل ما تعملي صدور دجاج تعملي بيه مكرونه او تعملي بيه اسباجيتي او حاجه زي دي، عادي ممكن تعملي بالصدور وصفه ثانيه وبالشعريه تعمليه عادي، يعني ما شرط، بيطلع رهيب رهابه رهيب. بس انت كتري كميه البصل وقطعي دقاق شديد، وكتري كميه الطماطم والثوم والبهارات اللي انت بتحبيها، بيطلع حلو جدا وما يحتاج لأي دجاج وما يحتاج لأي لحم مفروم، والطعام رهيب برضو، حلو في الغداء وحلو برضو للمدارس. تاخدي لهم حاجة بسيطة كده في اللانش بوكسات. إن شاء الله الوصفات تعجبكم، الوصفات سهلة سريعة ما بياخد من زمننا كتير، ووصفات معروفة أصلا. أنا بس حبيت أنزل لكم الفيديو للتذكير، بما إنه أنا حسيت إنه وأنا قاعدة أطبخ إنه حسيت إنه الحاجات دي هتفيدني، فقلت خلاص أفيدكم كمان، لأنه كتار جدا مننا بيحتاروا في اللانش بوكسات. ومعه سلطة طماطم كده مع جرجير، أنا بحب سلطة الطماطم بس مع الجرجير. وأكيد أكيد ما ننسى الموضوع المهم اللي هو نظافة البوتجاز، يوميا يوميا لازم بوتجازك يكون نظيف يكون مرتب عشان يعيش معاك فترة أطول. يعني أنا خاصة يوم القلي مش يوم القلي، أنا يوميا بنظف البوتجاز، يعني خاصة إذا في قلي وحاجات زي دي لازم يتنظف. نلمع البوتجاز وحنكون كده خلصنا الفيديو اليوم بإذن الواحد الأحد. لحد ما أشوفكم في الفيديوهات الجاية، أبقوا بخير أبقوا طيبين. والبنات اللي كتبوا في الكومنتات في الفيديو الفات، شكرا لكم كثير، الله يسعدكم قدر ما أنا سعيدة ومبسوطة بكومنتاتكم. ربنا يحفظكم، في أمان الله.